وطبعا خلينا احنا عاملين سلسله حلقات لو تفتكري. ايوه وهنستكمل النهارده. وكنا لو تفتكري احنا نهينا الحلقه اللي فاتت بسؤال، ايوه، ايه هو تطورات علاج مرض زياده الوزن او السمنه، السمنه في الوقت الحالي. ايوه التطورات ايه بقى حضرتك هتكلمنا عنها دلوقتي. وخليني اخد من التطورات من اللي انت عملتيه في الفقره اللي فاتت، ايوه، سواء كان الرؤى او ام علي. ايوه واشكرك على معلومه ام علي. الله يخليك يا دكتور، شكرا. ليه سمت ام علي؟ اشكرك. حضرتك من حوالي 20 سنه كان مرض السمنه مرض مش معروف، صحيح، تمام، وما كانش منتشر. وما كانش منتشر ليه؟ كان في اسباب مخليها هذا المرض مش منتشر. على سبيل المثال واحنا بنتكلم قدام كاميرات قدام تلفزيون، كان زمان التلفزيون عشان حضرتك تقومي تحولي من خلال قناه بتقومي تحولي، صحيح، ما كانش فيه ريموتات، ما كانش فيه ريموت، صحيح، تمام. كان التلفزيون يقفل الساعه 10 11 بالليل، فالناس مظبوط بتنام بدري، مظبوط، تمام. كانت محلات الوجبات السريعه مش منتشره، لا مش منتشره. كان ميعاد الاكل ده ميعاد مقدس، تلاقي الغداء الساعه 3، اللمه، تحضير الاكل، الحاجات دي كلها كانت وجودها بيقول ان السمنه مش موجوده. صحيح. لما الحاجات دي انتشرت والرفاهيه زادت، السمنه ابتدت تزداد وتنتشر، وابتدى الاويرنس اللي هي التوعيه عن السمنه تزيد. صحيح. تمام؟ وابتدينا بقى، زمان كان يقول لك الفيميل الست بتطرح 105 من وزنها من طولها، يبقى ده الوزن المثالي. بعد كده دخلنا في مؤشر الكتله، دخلنا بعد كده في التطور الاحدث اللي هو الانبادي، انك بتقف على ميزان يديك مؤشر الكتله العضليه، بيديك مؤشر الدهون والميه. يعني عايز اقول ان كل حاجه أجوة بيختص بيها، مظبوط. وحضرتك اصبح ان السمنه هي مرض عنصر اساسي في جميع التخصصات. لو رحت للدكتور العظم اول حاجه بيقول لك لازم تخس، دكتور الانف واذن، دكتور النساء، ايا كانت التخصصات كلها بيقول لك لازم انت ننزل، لازم في الوزن تخس. مظبوط. من 15 سنه ابتدت الابحاث تشتغل، وابتدى ينزل ادويه بتعالج مرض زياده الوزن. أيوة. وكان اول هذه الادويه ماده اسمها السيبوترامين، ودي بتشتغل على مراكز الشبع في المخ. طبعا بنتكلم عن ماده علميه. ايوه فندم. بس اكتشفوا ان هذه الماده بتعمل ايه حضرتك؟ هي بتخسسك. هي مش بتخسسك، هي بتخليك ما بتاكلش. بس ليها اثار جانبيه خطيره مش طبيعيه. طبعا. لدرجه ان الاف دي اي اللي هي منظمه وقفته. قالت لك ده ممنوع. صحيح. بيدخلك في كآبه، في اكتئاب. بيدخلك ساعات بتؤدي هذه الكآبه انك تنتحر، الانتحار. لا قدر الله. نبضات قلبك تزيد. أيوة. في خفقان في ضربات القلب. صحيح. ضغط الدم بتاعك بيزيد. فالدواء ده اتوقف. وعلى فكره الحاله اللي بعملها مع حضرتك النهارده دي من اهم الحلقات اللي ممكن انا وانت نعملها مع بعضينا. لان برغم ان الماده دي توقفت، بس نكتشف ان ساعات الماده دي بتخش بصوره مهربه. صحيح. من بره مصر وتبقى اونلاين ومش مرخصه يا دكتور. مش مرخصه، مش مرخصة. والخطا وخطورتها غير عاديه. صحيح. فدي نداء لكل الساده المشاهدين. ايوه. لا، اول ما تلاقي الماده مكتوبه على السيبوترامين لازم ما تاخدهاش تماما. وعموما المفروض ما تاخدش ماده مهربه، المفروض تاخد ماده ليها موافقه وزاره الصحه، مرخصه ومضمونه، موجوده في الصيدليه. وعلى فكره ده في الاخر كله هينطبق على اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. ايوه فندم. ابتدى يحصل تطور شويه في موضوع علاج زياده الوزن، وابتدت شركات الدواء تشتغل على حاجه موضعيه. يعني حاجه جوه جسم الانسان ما تشتغلش على المخ، مش حاجه مش حاجه مركزيه. فابتدت تنزل بعض المجموعات الدوائيه بتشتغل على انزيم اسمه انزيم اللايبيز. انزيم اللايبيز ده هو الانزيم، ده انزيم موجود في الجهاز الهضمي، موجود في المعده وفي الامعاء. الانزيم ده بيعمل ايه؟ بيكسر الدهون ويفتته، فبالتالي الدهون بتتحول لاحماض دهنيه، فبالتالي الجسم يمتصها. فنزلت بعض المجموعات دي قالت لك ايه؟ طب ما احنا نثبت عمل انزيم اللايبيز ده. يعني نوقف عمله. فايه اللي يحصل حضرتك لما تيجي تاكل وجبه دسمه فيها دهون؟ الدهون لا تمتص، فبالتالي تنزل على هيئه براز. تمام. فبالتالي الجسم، ولكن المشكله هنا في مشكله كبيره واجهتنا. احنا عندنا بعض الفيتامينات والمعادن بنسموها ذوابه في الدهون. زي فيتامين اي واي ودي، وطبعا دي ده يعني من كالسيوم. اهمهم طبعا. تمام. الفيتامينات دي حضرتك، طب ما هي ما فيهوش الدهون اللي تذوب فيها، فاصبح عندنا مشكله بتواجهنا مع هذه الفيتامينات. صحيح. عندنا اصبحت مشكله بتواجهنا مع مرض القولون العصبي. وهذا المصطلح ده لا يستخدم للسن اكثر من 12 سنه. ايوه. فابتدينا تعاني من مشاكل كتير جدا. عندنا مشكله اللي هو بيسموه الاسهال الدهني. دي مشكله كبيره جدا. واضطرابات في المعده. فابتدينا نروح لحاجه تاني بقى. نبتدي نلجا للطبيعه. أيوة. الحاجات الطبيعيه. الطبيعيه. وحتى في الطبيعه حصل تطور. ايوه. ابتدت اول نخش بالسيليوم والشوفان، واكتشفنا ان السيليوم والشوفان دي اللي هي بيسموها الياف ذوابه. فدي بتعمل ايه؟ بتسد الشهيه. بس انا مش عايز اشد الشهيه بس، انا عايز كمان احرق دهون.
فابتدت الشركات تتطور، وكانت على نصر على راسهم باي ناتشرال لما ابتدت تنزل البيستا بالتطور اخر تطور في حته الالياف. ان هي عملت ميكس ما بين الالياف الذوبه والالياف الغير ذوبه، وكمان ضافت مواد الجسم محتاجها في صوره طبيعيه علشان تزود لي الحرق. ايوه ده اللي وصلنا له دلوقتي. كويس. وبجد بحكم شغلي انا بتوجه لشركه باي ناتشرال اللي هي فعلا نزلت حاجه جديده، تطور جديد. على فكره كان من سنتين ثلاثه كنت ممكن تروح تاخد السيليوم، بس هو السيليوم لوحده مش كفايه، مش كفايه صح، والشوفان لوحده مش كفايه صح، لازم وصعب نعملهم في البيت يا دكتور، ما بنعرفش نوصل للجزئيه دي، وطعمهم مش كويس. انت ممكن تاخد الشوفان النهارده وتوقفه، مش كل يوم هقدر. الله ينور. انما النهارده لما انزل لك حاجه طبيعيه، ايوه، من مصادر طبيعيه، واخد بالك، وحاجه سهل انك تاخدها وطعمها كويس، هي دي اهو المشكله. بيستا معانا. بيستا اهو. بيستا بقى ببساطه جشية جدا، انا مش بعمل دعايه لدواء، انا بعمل دعايه لمكونات دواء. ايوه. حاجه احنا كلنا بنشوفها. بيستا دي عباره عن ايه؟ مجموعتين، مجموعه الالياف. ايوه. ومجموعه الالياف فيها الالياف الذوابه والالياف الغير ذوابه، اللي هو اخر تطور بقى في علاج الايه؟ السمنه. اللي هو زياده الوزن. زياده الوزن. تمام؟ ايوه. الالياف الذوابه اللي هي عندنا فيها الشوفان والسيليوم. ايوه. والالياف الغير ذوابه اللي هي رده القمح. وكل حاجه من الحاجات دي ليها فايده، ما تحطتش برضو اعتباطا. لا طبعا اكيد. يعني لما حضرتك لما يجي نتكلم على الالياف الذوابه، الالياف الذوابه دي والتجربه اللي تفكر التجربه اللي عملناها الاسبوع اللي فات مع بعض، لما حطينا البيستا في الكوبايه وسبناها لمده نص ساعه ونفش وعمل ماده هلاميه، ده اللي بيحصل في جسم الانسان في معدتك. انت بتشربه بتاخده على كوبايه ميه قبل الاكل بنص ساعه. ايوه. فايه اللي بيحصل في جسمك؟ بتلاقي الماده اللي هي موجود فيها الالياف الذوابه بتنفش في معدتك، فبالتالي قللت حجم احتياجاتك من الشبع. أيوة. شويه كتير. حاسس بالشبع. عشان كده بتلعب على الشهيه والشبع، بس بتلعب بصوره ايه؟ آمنة طبيعية وآمنة. وآمنة يا دكتور، دي مهمة اللي جدا، اللي ما كانش موجود قبل كده. طبعا. تمام؟ حطينا ردة القمح. ردة القمح دي بيسموها ألياف إيه؟ غير ذوابة. كانت مشكلتنا مع مريض اللي بيعمل دايت أو نظام غذائي أو عايز يخس، إن هو بيخش مننا في دور إمساك. لأن هو كمية الأكل بتاعته قلت والسوائل قلت، فدخل مني في إمساك. لا، أنا بقول له أنا بديك ردة القمح دي ألياف غير ذوابة، فبتوصل للأمعاء بصورتها، فبتحسن من حركة الأمعاء، وبالتالي بتخليك تخش الحمام بصوره طبيعيه وصوره ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لك. يبقى انا حليت مشكله الايه؟ مشكله السمنه. السمنه. وفي ناس بتبقى ممسكه بطبيعتها اصلا، فلما بتعمل دايت بتزيد سوءا. على فكره هي الناس اللي ممسكه ممكن تاخد البيست هنا كعلاج للامساك كمان. وهتلاحظوا على فكره من اول باكو بتستخدمه.